ساكنة العزيب كاين واحد التحسن في البنية التحتية سواء من حيث الطرقات والصرف الصحي مقارنة مع السنوات الماضية. كنا تنعاني وكاين العجاج كاين بزاف، دابا كاين تحسن ولله الحمد. هذا مشروع ديال تهيئة الطرقات الداخلية بجامعة القليعة، هذا الشطر الثاني الذي يندرج في إطار اتفاقية سياسة المدينة الموقعة سنة 2019. هذا مشروع تهيئة الطرق الداخلية الشطر الثاني بمبلغ 21 مليون ديال الدرهم تقريبا، اللي فيه مجموعة من الطرقات تشمل حي العزيب، حي العرب، حي النجمة، حي العين البحراني، القلعة الفوقانية. وبطبيعة الحال هذه الاتفاقية كذلك تضم مشاريع مهمة ديال الشطر الأول بمبلغ 16 مليون ديال الدرهم، التي تشمل الطرق الداخلية بكل من حي التقدم، حي الجنانات، حي عريبات. وهذا كما قلت في الأول هذا مشروع مهم يأتي في إطار تقوية البنية التحتية بجامعة القليعة، الذي سيشكل إن شاء الله واحد المتنفس للساكنة وغيسهل عملية ديال المرور. نحن اليوم في حي العزيب اللي كيعرف يعني تقريبا المراحل النهائية من عملية ربط المنازل بشبكة التيار السائل، كيعرف غادي يعرف العملية ديال إنجاز واحد 1100 علبة ربط ديال بشبكة التيار السائل. وفي نفس الإطار نزات المشروع ديال المحطة الضخ رقم 1 اللي كتضخ المياه العادمة ديال منطقة حي العزيب صوب محطة المعالجة، وكذلك في إطار في هذا الإطار هذا فالعملية كتشول اليوم مستمرة هنا في حي العزيب، اللي تقريبا الأشغال وصلت نسبة ديال 85-90% إن شاء الله الرحمن الرحيم.